بيان عاجل من الجيش المصري، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل انفجار يهز إسرائيل، ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. ووردنا منذ قليل السعودية وجدت بديلا عن التحالف مع إسرائيل، وإعلان من تركيا عاجل بخصوص التطبيع مع مصر. وهام دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا بشأن الصوم في شدة الحر، ورسائل نارية لرئيس هيئة السكك الحديدية في أول اجتماع بعد توليه مهام منصبه. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل جدا انفجار يهز إسرائيل، ننشر لحضراتكم التفاصيل الآن. في صحيفة اسمها يديعوت إحرونوت، دي العبرية تابعة لإسرائيل، بتقول إن في انفجار قوي جدا هز إسرائيل في موقع لاختبار الصواريخ ده في وسط إسرائيل. وقالت الصحيفة نقلا عن شركة تومر التي كانت تختبر محرك صاروخ إن الحادث كان جزءا من التدريبات التي حدثت. في حين أشارت صحيفة هارتس العبرية إلى وقوع انفجار قوي في مصنع دفاعي حساس جدا خلال اختبار في وسط إسرائيل، ولم تنشر أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات. صحيفة هارتس الإسرائيلية قالت إلى أن الانفجار وقع خلال اختبار روتيني أجراه مصنع تومر للأسلحة المتطورة، والذي يقوم بتطوير محركات الصواريخ ويضم أنواع مختلفة من الصواريخ. وذكرت أن السكان المحليين قالوا إنهم سمعوا انفجارا ورأوا سحابة، وقام البعض بتصويرها. ونقلت هارتس عن تومر ردها على الانفجار: كان هذا اختبارا مضبوطا بدون ظروف استثنائية، ومكاتب تومر تقع في وسط إسرائيل وعلى قرب من المناطق السكنية، وأن الشركة تصنع صواريخ ليستخدمها الجيش وأنظمة الدفاع الإسرائيلية الأخرى. هذا ونشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين مقطع فيديو يوثق انفجار كبير. المصدر معنا كان من هارتس ويديعوت إحرونوت. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معنا، وبيان عاجل من الجيش المصري، ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع مراكز قيادة خارجي إعصار 62 الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأ المشروع بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، متضمنة تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة. أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها. ظهر خلال المرور ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة أثناء مراحل المشروع. ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمقاتلي الجيش الثالث الميداني، وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم. مفتخر بما يتمتع به رجال الجيش الثالث الميداني من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة واقتدار. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز والصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية. ننتقل لخبر آخر، والسعودية وجدت بديلا عن التحالف مع إسرائيل. في صحيفة روسية طلعت وقالت حول يعني سير الرياض في طريق التطبيع مع إيران وتراجع حظوظ إسرائيل في حشد العرب ضد إيران. وجاء في المقال، تحدثت مصادر لصحيفة فاينانشال تايمز عن مباشرة إيران والسعودية مباحثات مباشرة
بوساطة عراقية. وخلال الجولة الأولى من المشاورات التي جرت في 9 أبريل، ترأس الوفد السعودي رئيس جهاز المخابرات العامة خالد بن علي الحميدان. وأكد مسؤولون عراقيون واقعة الاجتماع لفاينانشال تايمز، وقال مسؤول تحفظ عن ذكر اسمه إن بغداد مصممة على مصالحة البلدين. وذكر مصدر فاينانشال تايمز بأن الجانب العراقي سبق أن حقق نجاحات في تسهيل الاتصالات بين إيران ومصر وإيران والأردن. وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي يريد شخصيا أن يلعب دورا في تحويل العراق إلى جسر بين الدول المتنافرة. وبحسب ما ورد، كان أحد البنود المدرجة على جدول أعمال المحادثات الإيرانية السعودية خفض التصعيد في اليمن. من غير المستبعد أن تكون حساسية البنية التحتية النفطية في السعودية للضربات قد أثرت في قرار المملكة العربية السعودية في التفاوض مع إيران وجها لوجه. ومع ذلك كان من الواضح أن العامل الرئيسي الذي أثر في قرار السعوديين هو استعداد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات واستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة من أجل تقليل التوترات في الشرق الأوسط. والمثير في الأمر هي كيف سترد إسرائيل على المحادثات الإيرانية السعودية. فبعد سلسلة من اتفاقيات السلام مع الدول العربية التي تم إطلاقها بواسطة ترامب، أبدت سلطات الدولة اليهودية مرارا رغبتها في إقامة علاقات رسمية مع السعودية، وأكدت على الحاجة إلى تفاعل كامل في مواجهة التهديد الإيراني. ويرى محللون إسرائيليون أن الحوار المباشر بين طهران والرياض يبطل فعالية هذه الحجة الآن. ربما يعني نجاح الحوار في بغداد أن الجهود الإسرائيلية المناهضة لإيران عسكريا ودبلوماسيا لن تحظى بعد الآن بدعم واسع النطاق في الشرق الأوسط، فقد اختارت الدول العربية الحوار. المصدر والمقالة تعبر عن رأي صحيفة RT فقط. وأترك لحضراتكم التعليق، هل حضرتك شايف أن تطبيع السعودية مع كيان الصهيوني أفضل ولا التطبيع بين السعودية وإيران أفضل؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذه المقالة من صحيفة RT. انتقل لخبر آخر معنا وعاجل من تركيا، عاجل بخصوص التطبيع مع مصر. وزير الخارجية التركي مولود شاووش أغلو أكد استمرار خطوات تطبيع العلاقات مع مصر، وأعلن عن لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية للبلدين في بداية مايو المقبل. شاووش أغلو قال خلال مقابلة تلفزيونية على قناة خبر تركي التركية إنه تقرر مواصلة العلاقات بين مصر وتركيا على مستوى وزارتي الخارجية. شاووش أغلو قال إن اللقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية التركي والمصري في الأسبوع الأول من مايو المقبل، وأوضح أنه سيلتقي لاحقا نظيره المصري سامح شكري ليبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل. ويأتي تصريح وزير الخارجية التركي تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ عام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري لمحمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية. والشهر الماضي أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة الإخوانية العاملة في الأراضي التركية بتخفيف النبرة تجاه مصر. وبدأ الطرفان محادثات بعيدة عن وسائل الإعلام حول تطبيع العلاقات، لكن بعض المصادر قالت إن مصر علقت هذه الاتصالات حتى إشعارا آخر بسبب بطء تركيا المرتزقة من ليبيا. المصدر معنا كان من الأناضول وتركيا، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وهل أنتم شايفين إن تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا هيمشي زي ما مصر عاوزاه ولا زي ما تركيا عاوزاه؟ طبعا أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر مهم معانا، وهام دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا بشأن الصوم في شدة الحر. علقت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول الصوم في شدة الحر خلال شهر رمضان، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أكدت دار الإفتاء المصرية أن الصوم في الأيام شديدة الحرارة له أجر عظيم، وذلك ردا على سؤال هل الصوم في شدة الحر له ثواب أكبر من الصوم في الأيام العادية.
وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: الصوم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فمن صام لله يوما واحدا إيمانا واحتسابا باعده الله عن النار 70 سنة. وتابعت: إذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة الحر فإن ثوابه يكون أعظم. المصدر معانا كان من RT. ربنا يتقبل منا ومنكم يعني إن شاء الله الصيام، وكل عام وأنتم بألف خير. نشوف خبر آخر معانا، وآخر خبر معانا: رسائل نارية لرئيس هيئة السكك الحديدية الجديد في أول اجتماع بعد توليه مهام منصبه. عقد المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد الجديد اجتماعا مع مسؤولي الهيئة، وهو أول اجتماع له بعد توليه مهام عمله. وأكد رئيس هيئة السكة الحديد خلال الاجتماع أن الهدف الأساسي تحقيق السلامة والأمان لجمهور الركاب، وأشار إلى استكمال مسيرة العمل في خطة التطوير والتحديث والاستخدام الأمثل للأصول الثابتة والمتحركة، وكذلك الاستثمار الجيد للعنصر البشري بتأهيله فنيا وعلميا وغرس روح الولاء. وشدد رئيس هيئة السكة الحديد على ضرورة تحقيق الانضباط الذي يستلزم تضافر جهود كافة العاملين لاستكمال مسيرة الهيئة من أجل تحقيق السلام والأمان لجمهور الركاب، وتقديم خدمة آمنة وسريعة للركاب بالوجهين القبلي والبحري. وقال في اجتماعه بالعاملين أنه لن يسمح بأي تقصير، وسيكون هناك عقاب رادع لكل مقصر، ولن يكون له مكان بيننا، وشدد على حسن التعامل أيضا مع الركاب. مصدر معانا كان من الموجز. نتمنى أن يكون يعني رئيس هيئة السكة الحديد الجديد يكون على قدر من المسؤولية، ويكون يعني في رقابة شديدة جدا، لأن المسؤولين عن السكة الحديد من أول مسؤول لحد آخر وأصغر مسؤول مسؤولين عن الركاب وحياة الركاب. فنتمنى أن يكون في رقابة شديدة وعقاب شديد على من يستهتر بأرواح المواطنين. ربنا يرحم يا رب الناس اللي توفت بسبب حادث قطار طوخ. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم العبد الفقير لله إسلام الأمير من صفحتكم إسلام الأمير مصر ميديا IEB وعلى اليوتيوب مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.